علاقة التلميذ والأستاذ، علاقة التلميذ هو الأستاذ، علاقتي معاه احترام، علاقتي معاه تنشوف داك الطباع ديال تبارك الله، داك الشاب اللي يقدر أنه ينجح وحنا راه معاه في النجاح ديالو ما فيها بال. غادي تعرفوا على دورة تكوينية في المنتجات، لأن من حقكم تعرفوا المنتجات في 20 25 حتى 30 دقيقة على الأكثر، وراه هو تبارك الله هو ملم بهذه المسألة. اسمكم غادي ننادي على الأستاذ شكون؟ ما سمعتي والو. الله يبارك. سي العبي محمد. في هاد الفورماسيون برودوي ان شاء الله اللي غادي نهضر على واحد المساله مهمه، وهي سبب نجاح شركه فوريفر ليفين برودكتس. ففوريفر ليفين برودكتس ما نجحش بالهضره ديالنا، وانما نجح بالجوده ديال المنتجات ديالها، وهذا الشيء علاش كنلقاو عندها عده شواهد من الجوده الدوليه. غادي نشوفوا بعض منها اللي كتمثل في الايزو، كعندها 14000 9000 18000 كوشير وحلال بالنسبه للديانه اليهوديه والديانه الاسلاميه. يعني هاد المنتجات صالحين للاستهلاك بدون اي ما يعني مواد تسيء للدين الاسلامي. كذلك الكورت ليفري، هذا اللي فيه هاد الارنب، هذا كيعني بان لي برودوي ديال فوريفر ما مجربينش على الحيوانات، معطيين مباشره للانسان، وهذا دليل على انهم ما كيحتويو حتى على شي ماده يعني غير صحية. كذلك هاد الكاشي اللي فيه هاد الألوفيرا كيتسمى الكورت ليفري، كيتسمى السيرتيفيد، وهذا كاشي مهم جدا، لأن الأغلبية ديال الناس ولاو كيعرفوا المزايا ديال الألوفيرا ولاو كيستغلوها في الإشهار. كتلقاهم كيجيبوا واحد المنتج كيديروا فيه واحد التصويرة كبيرة ديال الألوفيرا، وفي حين أنه المحتويات ديالو على الألوفيرا قليلة، كتلقى واحد النسبة ديال 0.03%، يعني واحد النسبة قليلة، وهما كيديروا بها واحد الإشهار كأنه مكون من الألوفيرا، على عكس لي برودوي ديال فوريفر فهما أباز ديال الألوفيرا. وآخر كاشي اللي غادي نهضر عليه ديال وزارة الصحة المغربية، فقبل ما نقوم بتسويق المنتجات في المغرب تمت الموافقة عليهم من قبل وزارة الصحة، وهذا الشيء ماشي غير في المغرب وانما في اكثر من 155 دوله في العالم. حاجه اخرى غادي نشوفوا الفوق، سوسي ني با زان ميديكامون سي ان كومبليمون اليمونتير، وهذه كنلقاو هذه العباره مكتوبه على جميع المنتجات ديال فوريفر، اللي كتعني ان هذه المنتجات ماشي دواء، يعني ما تيكتبهمش الطبيب وانما هما مكملات غذائيه. بزاف ديال الناس بغاو يعرفوا شنو هو المكملات الغذائيه، فاحنا ما تنقولوش الدواء ما مزيانش، الدواء مزيان ولكن بعض المرات كيقيس لنا مسائل اخرى نظرا للتركيبه الكيميائيه ديالو. المكملات الغذائيه هما مواد طبيعيه اللي ما الا ما نفعوكش ما عمرهم تيضروك. وباش نقربكم مزيان غادي نطرح عليكم واحد السؤال. هذه واحد الماده اللي عندنا كاملين في المنازل ديالنا وكنعرفوها، ماده العسل. السؤال المطروح، واش العسل دواء؟ بزاف ديال الناس كيقولوا دواء، ولكن واش كيكتبوا الطبيب؟ لا. اذا هنا جاوبنا على شنو هو المكمل الغذائي، شي حاجه اللي هي طبيعيه توارثوها يعني الاجداد ديالنا على الاجداد ديالهم، مواد طبيعيه اللي كنستعملوها في الصحه ديالنا وكتعطينا نتائج فعاله. واش حنا محتاجين لهاد المكملات الغذائيه؟ كنشوفوا هنا واحد الصوره اللي كتعكس الحياه اليوميه ديالنا والتلوث اللي كيصيب الهواء والماء والتربه، وكذلك الاسمده اللي كنديروها في المواد الغذائيه ديالنا. فهنا كنلقاو بان الناس كيوجدوا واحد المنتجات ولا واحد المحاصيل بسرعه بالاستعانه بالمبيدات والاسمده. هذه المواد عندها دائما تاثير على الصحه ديالنا، وكنلاحظوا هذا الشيء حتى في المذاق ديال هذوك المحاصيل. فاذا جيت نسولكم واش المذاق ديال الطماطم دابا بحال المذاق ديالها فيما قبل؟ ضروري كاين واحد التغيير. كنلقاو بان بحال بواحد التفاحه كنلقاو المنظر ديالها مزيان، ولكنها خاليه تكاد تكون خاليه من الفيتامينات ومن الحاجيات التي يحتاجها الجسم. وبالتالي ملي كناخذوا ديك المسائل فان ما كنغذيوش الجسم ديالنا بطريقه صحيحه. كذلك كاين مشاكل اللي حنا كن يعني كنخلقوهم لذاتنا
وهو ملي كنستعملوه يعني مثلا تناكلو على برا، ولا كنديرو شي حاجه اللي حنا كنزيدوها، المأكولات السريعه، المشروبات الغازيه، بزاف ديال الحوايج اللي كتحتوي على المواد الحافظه. اذا هاد المسائل هادو ولاو يعطيونا مشاكل في الصحه ديالنا، كما كتشوفوا تساقط الشعر، مشاكل على الوجه، الشيخوخه المبكره، مشاكل المفاصل، ومشكل الضغط، ارتفاع الضغط والستريس اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس، وكذلك مشاكل السمنه. عافانا وعافاكم الله من هاد المشاكل. اذا السؤال المطروح، كيفاش يمكننا نخلقوا التوازن؟ هذا التوازن هذا اللي هو مطلوب وضروري، يعني السبب راجع لهذا المشاكل اللي كترتب على التلوث وكذلك الاغذيه الغير صحيه، كيعطينا واحد النقص. يعني هنا نعطيكم مثال، كتلقى شخص سليم كينعس مثلا مزيان واكل مزيان، ولكن في الصباح تينوض عيان، ما كينوضش في صحه جيده. ملي كيكون الجسم متعب وعيان، يعني هنا كتكون اشاره الى النقص. نقص فاش؟ في التغذيه. ملي كيكون عندنا هذا النقص في التغذيه، شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نكملوه، وهنا جا الاسم ديال المكملات الغذائيه. الفكره ديال فوريفر بسيطه، جمعت الوصفات الناجحه في جميع ارجاء العالم ودخلتها للمختبر. نعطيكم مثلا، نقدروا مثلا نقولوا الزعتر معروف وعنده واحد الفعاليه، ولكن شنو هي الطريقه الصحيحه اللي تخلينا نستغلوا هذا الزعتر ونستافدوا من المنافع ديالو؟ كاين اللي غايقول لك خصنا نطبخوه، كاين اللي غايقول لك خصنا نلبسوه في الشمس، كل واحد شنو غادي يعطينا وصفه. ولكن الا بغينا الطريقه الصحيحه، خصنا هذا المختبر ندخلوه، يعني ندخلوه الزعتر ندخلوه للمختبر ونعرفوا المنافع ديالو ونعرفوا كيفاش نستخلصوه، وكذلك نحددوا الجرعه الاساسيه، يعني خاصنا تكون لا دوز مضبوطه. وهذا الشيء اللي قامت به فوريفر ماشي غير مع الزعتر ولا الثومه، وانما على مجموعه ديال النباتات الطبيه في العالم ككل. غادي نهضروا على واحد النبته اللي حنا كنعتبروها لاكارت فيزيت ديال لا سوسيتي فوريفر، وهي نبته الالوفيرا. من قبل كنت كنسول الناس واش كتعرفوا الالوفيرا، اليوم تنسول الناس في المحاضرات ديالي شكون اللي مازال ما تيعرفش الالوفيرا. فالحمد لله الناس كلهم عرفوا المنافع ديالها، ولكن اليوم غادي نعطيكم التركيبه الكيميائيه ديالها. فمن دخلنا الالوفيرا للمختبر، لقينا فيها ما يعادل 200 مكون، 12 فيتامين، 20 معدن، 18 حمض اميني. الى هضرنا غير على لي فيتامين، فسبحان الله تعالى خلق في الطبيعه 13 فيتامين، الالوفيرا بوحديتها فيها 12. السؤال المطروح، واش كاين فينا اللي كياخذ 12 فيتامين في النهار؟ هذه شي حاجه اللي هي مستبعده، وبالتالي الى خديت الالوفيرا غنكون كنغطي تقريبا 90% من الحاجيات ديال الجسم ديالي. اذا هنا المنفعه الثانيه ديال الالوفيرا هو انها تحتوي على عده مكونات بواحد النسب قليله، وهنا فين كيجي المعجزه ديال هذه النبته اللي كتنفع وما كتضرش. فإلا درنا واحد التشخيص لواحد 100 ديال الناس، ضروري غنلقاو عندهم نقص، ولكن النقص اللي عندهم ما كيتشابهش، كل واحد عنده نقص في شكل. ملي غادي نعطيهم الالوفيرا اللي كتحتوي على 200 مكون، غادي تغطي لهم جميع الحاجيات ديالهم. يعني ديك 100 الناس كلهم الى شربوا الالوفيرا، كل واحد غادي يغطي النقص اللي عنده من المغذيات اللي كاينين في الالوفيرا. كذلك ما غاديش يسبب له التراكم، لان الا هضرنا مثلا على ماده الحديد، واحد الشخص عنده الحديد وعطيناه الالوفيرا فيها الحديد، فنسبه الحديد قليله، يعني كتغطي الحاجيات دون ان تمس بمشكل التراكم وتسبب لنا مشاكل اخرى. هذا الشيء علاش الالوفيرا كتعتبر نبته معجزه وعندها عده منافع على الجسم ديالنا داخليا وخارجيا. غادي نحاول نشرح لكم بعض لي باك اللي دارتهم فوريفر، وجمعاتهم في الباك اف بي او، اللي اي واحد يمكن له يتسجل مع شركه فوريفر كياخذ هذه المجموعه ديال المنتجات. اول مجموعه كنهضروا على مجموعه العنايه الشخصيه اللي فيها لوبرايت، هذا المعجون الاسنان اللي ما فيهش الفليور، الغني عن كل تعريف، يعني افضل معجون اسنان في العالم، يعني كيحافظ على اللثه ديال الاسنان، المشكل ديال رائحه الفم، كذلك مشاكل ديال الحمل اللي كيهرب على الاسنان، كيعطي يعني نتائج رائعه. كذلك الستيك ديودورون خالي من الالومنيوم، املاح الالومنيوم وخالي من الكحول،
وواحد لا كونتيتي فيه كبيره اللي تقدر تعطيك 6 اشهر ديال الراحه مع هذا السيك ديودورون. كاين كريم لافونت اللي كتصلح للبشره الجافه، وكذلك احسن هديه يمكن لك تعطيها للرضيع لانه عنده بشره حساسه، فهي لطيفه على البشره الحساسه. الليبس اللي هو في الاصل ديال الشفاه، مرطب شفاه، ولكن يمكن لك ديرو معك في الجيب ديالك الى عضاتو شي حاجه تحرق لساعات الحشرات، ولا حتى الجرح بالنسبه للناس اللي عندهم السكري يمكن لك ديرو على الجرح ديالهم كيتجمع فواحد المده بسيطه. الهاند سانيتيزر فالناس يعني كيستعملوا الايادي ديالهم كنحلوا ابواب السيارات، ابواب يعني اماكن اللي كتكون مختلطه، وهنا يمكن نلتقطوا عده بكتيريا. كنبغيو نغسلوا يدينا بعض المرات ما كنلقاوش يعني الظروف بحال الماء والصابون والمنشفه، هنا الهاند سانيتيزر كيغنيك على هاد المسائل كامله. تسدي معك فهو صغير في المحفظه ديالك، يمكن لك تعقم يدك حتى ل 99% في يعني اقل من 30 ثانيه. اذا هاد المجموعه هذه كتعتبر مجموعه ذات جوده عاليه للناس اللي بغاو يعناو بالعنايه الشخصيه ديالهم. نشوفوا مجموعه اخرى، وهذه كتهم الشابات في اكثر من 16 سنه اللي بغات يعني تعتني بالبشره ديالها وتغديها كذلك ترطبها. وهنا كاين التونر اللي هو دي ماكيون مزيان تاع على العينين، الناس اللي عندهم الحساسيه ديال الجلد ولا عندهم حساسيه في العينين ديالهم يقدروا ياخذوا التونر اللي غادي يمسحوا به ويرطبوا به البشره ديالهم. كذلك المقشر اكسفلاتر هذا كيمكن لهم يستعملوا 2 مرات في الاسبوع، حتى الناس اللي عندهم حب الشباب وعندهم البشره حساسه يمكن لهم يستعملوا هذاك الاكسفلاتر فهو مقشر رائع. بالنسبه للصابونه ديال الافوكادو فهي كتنقي يعني البشره واختصاصيه في البشره الدهنيه، اذا كانت عندهم البشره جافه كنصحهم بالكريم لافونت اللي سبق وهضرت عليها. لاكولاجين هذه الماده اللي كل ما نقصت من الجسم ديالنا كل ما يعني كبرنا في السن كيبانوا اثار الشيخوخه، انا شخصيا كنصح بها اي شابه فوق 24 سنه. علاش؟ لان كتجمع الوجه وكتعطي واحد لافي ليفتين بالنسبه للبشره. اذا انا كنصح بها النساء اللي بغات تنقص 10 سنين من عمرها تستعمل هذا لاكولاجين. هذه مجموعه ديال تساقط الشعر بالنسبه للناس اللي عندهم المشكل ديال تساقط الشعر، فهي كتحتوي على الرشاشه الوسطانيه الالوي فيرست اللي كتوقف تساقط الشعر. بالنسبه للجيلي كتغذي البصيلات وكتخليهم ينتجوا الشعر في ظرف 45 يوم. يمكن لهم يستعملوا معه الشامبوان جوجوبا الذي يقوي الشعر، ولابخي شامبوان الذي يستعمل كمغذي للشعر. هذه المجموعه رائعه كتعطي المنافع ديالها ابتداء من 45 اليوم الاولى تيوقف تساقط الشعر وتيولي كيخلف. مجموعه اخرى ديال التوازن في الغذاء والجهاز الهضمي، فيها الالويفيرا اللي كتنقي لنا المعده والامعاء، فيها لي بروبيوتيك اللي فيها البكتيريا النافعه اللي كطرد لنا البكتيريا الضاره وكتنظم لنا عمليه الامتصاص، وكذلك عندنا لا فيتامين سي اللي كيساهم في التثبيت وكيعاون حتى الناس اللي عندهم فقر الدم. فهاد المجموعه رائعه بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل عسر الهضم ولا سوء الامتصاص ولا مشاكل في القولون يقدوا ياخذوا هاد المجموعه، فالنتائج ديالها كتبان في الاسبوع الاول. عندنا مجموعه اخرى اللي هي بالنسبه للحساسيه ديال التنفس، الناس اللي كيحسوا بالاختناق ولا مثلا كيكون عندهم مشكل ملي كيجي الربيع ولا كيبدا يعني ديك النوار تيبان كيكون عندهم مشاكل ديال الاختناق ولا عينيهم كيبقاو يدمعوا، كياخذوا الالوفيرا اللي هي منقيه للجهاز التنفسي والمسالك التنفسيه. كذلك البولين اللي كيعود لنا الجسم ديالنا على البولين وكيعطيه واحد القدره ديال المناعه قويه اللي كتواجه البولين، وكذلك الابسوربونسي اللي كيساهم في تنقيه الرئتين و يعني كيعطي واحد القوه والمناعه للجهاز التنفسي. كذلك البولين يمكن لهم ياخذوه حتى الناس اللي بغاو يزيدوا في الوزن، غير خصهم يستعملوه بواحد الطريقه منتظمه تعاون الناس باش يزيدوا العضلات. مجموعه رائعه اخرى هي ديال المفاصل والعظام، فيها الالوي فيرا نكتار اللي كيهدن الالام، فيها الكالسيوم وهو
يعني مضاد لهشاشة العظام، ويحتوي كذلك على الفيتامين دي وعلى المغنيسيوم. كاين لاترموجين اللي هي بالاحمر، هذيك مهدئة للالام فورية، يعني تقدر تستعملها دابا الالام تيزول في ظرف 5 دقائق. كذلك الامسم اللي هي جري، هذيك تتعاود تروجينيري، يعني كتجدد الخلايا ديال الكارتيلاج. شنو هو الكارتيلاج؟ فكل عظم عنده واحد الغلاف ديالو، وما بين ديك الغلوفة كاين واحد الماء، ملي كيبقى ينقص ديك الماء تيبقى يعطينا التهابات وكيعطينا يعني حريق، ولا كيبقى يتقاس عظم مع عظم، وهنا كيكون واحد الالام قويه. فهاد المجموعه هذه كتقوم باعاده تجديد الخلايا ديال الكارتيلاج، وكذلك كتحيد لنا المشكل ديال الالام ديال الظهر وديال الركبتين وجميع مشاكل ديال المفاصل والعظام في الجسم. اذا هاد المجموعات اللي هضرت عليهم هما دو مجموعين هنا في هاد لو باك. هاد لو باك اللي تبارك الله شركة فوريفر دارتو لجوج الحويجات، باش الناس اللي خداو هاد المجموعات يلقاوهم صالحين ليهم والمحيط ديالهم، ينصحوا بهم الناس ويحاولوا يعني يبيعوا لو باك ديالهم بواحد الطريقة سهلة. يعني هاد المجموعات اللي هضرت عليهم الناس حاولوا تشرحوا للناس جداد، بغيت جواب صريح اللي كنت كنشرح هو هاد المجموعات اللي هضرت عليهم، واش نتوما محتاجينهم ولا ما محتاجينهمش؟ واش المونتوراج ديالكم محتاجينهم ولا ما محتاجينهمش؟ والبروجي ناجح والبروبي محتاجينه الناس. شنو الفرق بينك وبين الناس اللي طلعوا في الرسالة؟ شنو الفرق بينك وبين الناس اللي بداو مناجا؟ واش عرفتي شنو هي مناجا؟ مناجا إلا كنتي معاهم تبارك الله راه كيديباسي لي 20 ميليغرام بوغ موا، وهكاش خدامين كينصحوا الأمة. دونك عندنا هاد البرودوي كاليتي، وعندنا واحد لو بلون دو ريميراسيون اللي هو كريديبل، فيه مصداقيه كبيره، ولي برودوي حنا محتاجينهم. حتى الا ما كنتيش انت محتاجهم راه عيب عليك تعرف شي واحد عنده الكيفاش وكيحرقوه ولا باغي ينقص الوزن وما توريش هاد لي برودوي هاد، غير وريهم ليه الله يجازيك بخير. حتى الا ما دخلتيش انت نبيعو حنا نربحو حنايا، ما بغيتيش تربح انت. اما الا بغيتي تربح يعني يدينا المدودين غادي تساعدني، وحنا غتلقى 10 ديال المدودين اللي غادي يعاونوا ان شاء الله باش تكون انت انسان ناجح. لو باك الثمن ديال البيع ديالو 5780 درهم. لو فينير اف بيو بينيفيسي لا فورماسيون ديال الطوابير 702، تقدروا هادشي تشوفوه مع الناس اللي عرضوا عليكم، غادي يزيدوا يوضحوا لكم. كان معكم سيمان الذهبي، شكرا بزاف.